السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد فريد. إن شاء الله النهاردة هنشرح للصف الثاني الإعدادي Lesson 4 Unit 1. إن شاء الله يبقى درس بسيط وسهل، بيتكلم عن الووتر، وإن شاء الله هنعرف أكتر معلومة عنها والخصائص أو البروبرتيز بتاعتها سواء فيزيكال أو كيميكال، وإن شاء الله هيبقى درس مبسط جدا. أول حاجة الاستراكشر أوف ووتر، هناخد الشكل أو التركيب بتاع المية. التركيب بتاعها بتتركب من ايه؟ طبعا احنا عارفين ان فيها ذره اكسجين و2 اتومز او ذرتين هيدروجين، وهنعرف الرابطه اللي ما بينهم والرابطه وما بينها زاويه كام، وهنشوف دلوقتي الكلام ده كله. اول حاجه بيقول لي الووتر مولكيول از فورمد اوف 1 اوكسجين اتوم، زي ما قلنا ذره واحده اكسجين و2 هيدروجين اتومز مع ذرتين هيدروجين. جوينت توجذر باي ايه بقى؟ بيرتبطوا مع بعض 2 سنجل كوفالنت بوندز، سو 2 سنجل كوفالنت بوندز، يبقى دي رابط التساهمية اللي بتربط ما بين الذرتين دول، يبقى رابطتين تساهميتين موجودين في المركب او في جزء المية ده. The angle between them، الزاوية ما بينهم 104.5 درجة اللي هي 104.5 ديجري. 104.5 يبقى ده الزاوية اللي ما بين او الانجل ما بين الرابطتين دول، وهنا جايب لنا الشكل بتاعها قدامنا هنا. بعد كده بقى بيقول لي bonds between water molecules، في روابط بتربط ما بين جزيئات المية ذات نفسها. هي بقى الروابط دي، بيقول لي between polar water molecules originate type of weak electrostatic attraction known as hydrogen bond، اللي هي الرابطة الهيدروجينية. الرابطة الهيدروجينية دي هنا بيقول لي ان هي رابطة ضعيفة ولكن مسؤولة عن كتير، بعد كده هنعرف من خواص المية، عن اكتر يعني تقريبا من اكتر الحاجات المسؤوله عن خواص الميه. هنا بيقول لي بقى دي تو هاير الكترون نيجاتيفيتي اوف اكسجين كومبيرد تو ويز هيدروجين، يعني بسبب ارتفاع الجهاز السالبيه الكهربيه للاكسجين مقارنه بالهيدروجين، دي بيحصل الرابطه الهيدروجينيه دي. يبقى السالبيه الكهربيه العاليه للاكسجين مقارنه بالهيدروجين بيحصل بسببها اللي احنا هنعرف بيه ان هي الرابطه الهيدروجينيه. يبقى احنا دلوقتي خدنا الفورميشن اوف بولر ووتر موليكيول والبوندز بتوين ووتر مولكيولز. وزي ما احنا شايفين الشكل اللي شفناه في الكوفالنت بوند، وبعد كده كمان الهيدروجين بوند ما بين مولكيولز بتاعت الميه او الووتر مولكيولز. الهيدروجين بوند اللي عندنا هنا ليها ديفينيشن مهم جدا نعرفه. اتس ا تايب اوف ويك الكتروستاتيك اتراكشن، يبقى جذب كهربي ضعيف ما بين ايه هما؟ ما بين او بينتج من ايه؟ ما بين المولكيولز او جزيئات الميه، بسبب هنشوف ايه والكلام ده كله وايه اللي بيسببه الرابط دي. يبقى الديفينيشن معناها هنقوله اتس ا تايب اوف ويك الكتروستاتيك اتراكشن ذات اوريجينيتس بتوين ذا مولكيولز اوف سام بولر كومباوندز، يبقى هي رابطه بتحصل ورابطه ضعيفه بس لكن بتحصل بين ايه؟ ما بين الجزيئات المركبات القطبيه. يبقى هنقوله مرة كمان it's a type of weak electrostatic attraction that originates between the molecules of some polar compounds. يبقى زي ما قلنا ان هي نوع جذب استاتيكي ضعيف بيحصل ما بين مركبات الجزيئات مركبات القطبية. بعد كده بيقول لي الهيدروجين بوندز دي between water molecules are weaker than covalent bonds، يبقى هي اضعف من الكوفالنت بوندز between the atom in the same molecules، اللي بتبقى ما بين الذرات في نفس الجزيء. لكن بالرغم من كده بقى بيقول لي الهيدروجين بوند دي ار كونسيدرد تو بي ذا موست امبورتنت فاكتورز ويتش ار ريسبونسبل فور ذا ابنورماليتي اوف ووتر بروبرتيز، يبقى هي من اكتر الحاجات المسؤوله عن الحاجات او الخصائص او شذوذ الخصائص للميه. بما اننا نعرف ان هي مسؤوله عن شذوذ الخواص في الميه، يبقى كمان هنعرف ايه هي الخواص بتاعه الميه. اولا في نوعين من خواص الميه او بروبرتس اوف ووتر، يبقى في فيزيكال بروبرتس وكيميكال بروبرتس. عندنا اربعه في او فور بروبرتس في الفيزيكال بروبرتس و2 بروبرتس ان كيميكال بروبرتس، يبقى هنا اربعه اللي اخذهم في الاول اللي هم الفيزيكال بروبرتس، وبعد كده اثنين في الكيميكال. الاربعه اللي معانا في الفيزيكال ايه هم؟ اول واحده it exists in three states، ان هي موجوده في الثلاث حالات. It's a good polar solvent، مذيب قطبي جيد. Rising of its boiling away برضو its freezing points، يعني في درجة الغلية من درجة التجمد الاتنين بيبقوا عاليين. وبعد كده رابع خاصية its density decreases on freezing، يبقى
الكثافة بتاعتها بتقل عند التجمد. بعد كده بقى في الكيميكال بروبرتيز عندنا اتنين، it has a natural effect on both of litmus papers، يعني تأثيرها متعادل أو لها تأثير متعادل على نوعين ورقة عباد الشمس أو صبغة عباد الشمس، وفي نفس الوقت electrolysis of water. هناخد بعد كده كمان التحليل الكهربي ليها. أول حاجة في الفيزيكال بروبرتيز هناخدها هي الواتر اكزيست ان 3 ستيتس، ان هي موجودة في الثلاث حالات. زي ما احنا شايفين حتى الصورة اللي جابها لنا هنا ان جايب لي الثلاث حالات بتوع المية، الفيبر او الووتر فيبر زي السحب الموجوده او اللي هي ناحيه السحب، والايس التلج، والووتر اللي هي الحاله الليكويد بتاعتها، والايس في الحاله السوليد بتاعت الميه. زي ما احنا شايفين الثلاث حالات موجودين، يبقى حاله غازيه وحاله صلبه وحاله سائله. يبقى هنا بيقول لي ان الووتر is a unique matter due to its existence، ان هي موجوده الوجود بتاعها في 3 ستيتس، ثلاث حالات، at the ordinary temperature في حاله الدرجه او في الدرجه الحراره العاديه. طبعا اللي هم الثلاث حالات، السوليد ستيت في الايس، والليكويد ستيت في الووتر، والجاز ستيت في الووتر فيبر. يبقى هي هم الثلاث حالات، سوليد ستيت ايس، والليكويد ستيت ووتر، والجاز ستيت ووتر فيبر. دول الثلاث حالات بتوع الميه، وزي ما قلنا موجودين في درجه الحراره العاديه، at the ordinary temperature. معانا هنتكلم عليها water is good polar solvent، ان هي مذيب قطبي جيد. وعشان نتكلم عن الموضوع ده هنعمل activity عشان نثبت ان الووتر is a good polar solvent. يبقى to prove that water is a good polar solvent. substances او التولز اللي هنستعملها 3 بيكرز، هنستعمل 3 بيكرات، و table salt ملح المائدة، water ميه، food oil اللي هو زيت الطعام، تيبل شوجر اللي هو السكر المائدة اللي هو بنستعمله، وستيرنج سبون اللي هي معلقة تقليب. الستبس أول حاجة طبعا هنحط 3 بيكرز مع ايكوال اماونت اوف ووتر، يبقى 3 بيكرات وفيهم كميات متساوية من المية. وبعد كده نحط معلقة من السكر ومعلقة من الملح، وبرده كمية أو شوية نقط من الأويل أو زيت أو فود أويل اللي هو زيت الطعام. فهنا بيقول لي fill the 3 beakers with an equal amount of water، يبقى 3 بيكرات بثلاث كميات متساويه من الميه، و put a spoon of a table sugar، يبقى سكر مائده في بيكر. بعد كده ده اول بيكر، بعد كده table salt برضو spoon of table salt in the second اللي في ثاني واحد، وبعد كده and some drops of food، يبقى بعض النقاط او بعض القطرات من food oil اللي هو زيت الطعام in the third with stirring، ومع التقليب. يبقى اخر بيكر كان فيه قطرات من زيت الطعام. وبعد كده هنشوف الملاحظه، طبعا بص شوجر اند تيبل سولت ديسولف ان ووتر، يبقى السكر والملح هيدوبوا في الميه. وبعد كده الاويل دازنت ديسولف، الزيت مش هيدوب. الكونكلوجن الموضوع ده او الاستنتاج ان احنا ان الووتر از جود بولر سولفنت. ليه بقى؟ عشان موست ايونيك كومباوندز اللي هي معظم المركبات الايونيه زي الملح الطعام اللي هو تيبل سولت، ودي جيده مع الميه، يبقى كده ماء مذيب قطبي للحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. اول حاجه قلنا most ionic compounds اللي هي معظم المركبات الايونيه، وتاني حاجه some covalent compounds اللي هي بعض المركبات التساهميه زي الشوجر طبعا، which form hydrogen bonds with water، يبقى بيعمل مركب او بيكون مركبات او بيكون روابط هيدروجينيه مع الميه، يبقى مذيب قطب جيد لمعظم المركبات الايونيه وبعض المركبات التساهميه زي السكر اللي بيكون معاه روابط هيدروجينيه، والسكر من المركبات التساهميه. بعد كده بقى بيقول لي most covalent compounds as oil can't dissolve in water as it can't form hydrogen bonds with water، يبقى هنا بيقول لي معظم المركبات التساهميه زي الزيت ما بتدوبش في الميه عشان ما بتقدرش كمان تكون روابط هيدروجينيه مع الميه. وده كان الاستنتاج معانا. بعد كده معانا ثلاث اسئله. جيف ريزون، اول واحد ديزولف اوف تيبل سولت ان ووتر، زي ما احنا شفنا ان هو من المركبات الايونيه وده بيدوب في الميه، يعني بيكوز ووتر از ا جود بولر سولفنت فور موست ايونيك كومباوندز از تيبل سولت، يبقى من المركبات الايونيه اللي بتدوب في الميه، واحنا عارفين ان الميه مذيب قطب جيد وبالتالي لمعظم المركبات الايونيه، فهنا الاجابه هتكون بيكوز ووتر از ا جود بولر سولفنت فور موست ايونيك كومباوندز از تيبل سولت. بعد كده تاني سؤال، dissolving of sugar in water also it's among
كوفالنت كومباوندز اللي هو بيقول ان هو السكر برضو بيدوب بالرغم من انه من المركبات التساهمية. طبعا الإجابة هنا معروفة ان هي because sugar molecules form hydrogen bonds with water molecules، ان هو بيكون رابط هيدروجينية مع المية، والمية اصلا احنا عرفنا ان هي مذيب قطبي لبعض المركبات التساهمية زي السكر or covalent compounds some covalent compounds such as sugar. بعد كده تالت سؤال، oil doesn't dissolve water in water، ليه؟ هنقول برضه because it's a covalent compound which can't form hydrogen bonds with water، يبقى هو من المركبات التساهمية اللي ما بيقدرش يكون روابط هيدروجينية مع المية. ده بالنسبة لل oil doesn't dissolve in water. بعد كده بقى تالت حاجة معانا، rising of water boiling point and its freezing point، يبقى ارتفاع درجة غليان وتجمد المية. طيب هنا بيقول لي suppose that the boiling point of water is less than 100 degrees Celsius، يبقى من المفترض ان كانت درجة غليان المية هتكون اقل من 100 درجة سليزيوس، وفي نفس الوقت the freezing point of water is less than 0 degrees Celsius، برضو درجة التجمد اقل من 0 درجة سليزيوس. طيب بالرغم من ان هو ده المفترض فهنقول but in the normal atmospheric pressure، في ضغط الجو الطبيعي، هنلاحظ ان البيور ووتر بويلز ات 100 ديجري سيلسيوس وبيور ووتر فريزز ات 0 ديجري سيلسيوس. طبعا يعني احنا شايفين ان في الضغط الطبيعي بنلاحظ ان هي درجة الغليان 100 درجة سيلسيوس ودرجة التجمد 0 درجة سيلسيوس. طيب ده بسبب ايه او راجع لايه؟ طبعا this is due to the presence of hydrogen bonds between its molecules، ده بسبب وجود الرابط الهيدروجينية ما بين جزيئات، يبقى بسبب وجود ايه؟ وجود الرابط الهيدروجينية بين جزيئات. بعد كده الوتر دينستي ديكريزس اون فريزنج، ان بنلاحظ ان الكثافه بتاعتها بتقل مع التجمد. طيب ده برضو بسبب ايه؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. ووتر از نوت لايك اذر ماترز وير اتس دينستي ان سوليد ستيت ايس از لوور ذان اتس دينستي ان ليكويد ستيت، او اللي هي الوتر. يبقى هنا هنلاحظ ان الميه مش زي بقيه المواد، ان هي الدينستي بتاعتها بتقل في حاله المواد الصلبه او بتكون اقل من كثافتها او دينستي وهي في الحاله السائله اللي هي في حاله الميه، يبقى التلج بيكون اقل في الكثافه من الميه. ده بقى ليه؟ هنقول because when the temperature of water becomes less than 4 degrees Celsius water molecules are collected together by hydrogen bonds forming large sized hexagonal ice crystals، يبقى بتكون شكل سداسي لما بتتجمد او لما بتوصل لدرجة 4 درجة سليزيوس، الجزيئات بتاعتها بتتجمع مع بعض بروابط هيدروجينية بتكون شكل كبير سداسي، وهو الايس كريستال اللي هو اللي هو بلورات التلج with many spaces between them so its volume increases and thus its density decreases. طبعا ده بيبقى فيه فراغات من الشكل ده مع بعض، وزي ما احنا شايفين الشكل قدامنا الشكل ده بيعمل فراغات كبيرة لما بيتكون، وبالتالي بيكون حجم أكبر لكن الدينستي بتكون أقل أو الكثافة بتكون أقل، يبقى الحجم بيزيد والدينستي بتقل، الفوليوم increases and density decreases، يبقى الفوليوم increases أو الحجم بيزيد والدينستي decreases أو اللي هي الكثافة بتقل. بعد كده بيقول لي ice floats on the water surface، طبعا ده give reason ليه؟ احنا عرفنا إن هي الكثافة بتاعته بتبقى أقل من المية، هنقول ليه؟ because the density of ice is less than the density of water. بعد كده بيوضح لي اكتر بشكل بعيني قدامي، بيقول لي the opposite figure shows the change of water density by changing its temperature where، ايه بقى اكتر حاجه اللي هي the highest value of density pure water at 4 degrees Celsius، لكن هنلاحظ ان the value او the lowest value of density of pure water at 0 degrees Celsius، يبقى اعلى density او اعلى قيمه للكثافه بتكون عند 4 درجة سليزيوس، وأقل قيمة ليها أقل قيمة ليها بتكون الماء النقي عند 0 درجة سليزيوس. بعد كده برضه بيقول لي give reason all the water of ocean freezes at polar zones the aquatic creatures are still alive، يعني بيقول لي بالرغم من إن الماء المحيطات بتتجمد في المناطق القطبية، ولكن بنلاحظ إن الأحياء المائية أو الكائنات المائية بتظل على قيد الحياة، يعني الكائنات المائية دي ما بتتأثرش بالرغم من التجمد. ولكن هنلاحظ هنا بيقول لنا ايه بقى؟ هنقول due to the formation of layer of ice، بنلاحظ تكون طبقة من التلج
on the surface of liquid water، بيبقى على سطح الماء السائل ده. دي بتعمل ايه او ايه لازمتها؟ protects the deep water from freezing، بتحمي المية العميقة ان هي تتجمد، which preserves the life of the marine organisms in it، يبقى ده اللي بيحفظ حياتهم او بيبقى سبب في حفظ حياتهم اللي هي الكائنات المائية جواها. بعد كده بقى بيقول لي on putting a glass bottle completely filled with water in a freezer it breaks او explodes، يعني لما بنحط ازازة مية زجاج مليان على الاخر او مليانة تماما بالمية، بنلاحظ ان هي لما بتتجمد بتنفجر. طبعا احنا قلنا لما بتتجمد الحجم بيزيد، ولما الحجم بيزيد واحنا عارفين نقطة محددة طبعا الازازة ممكن ما تقدرش تستوعب الحجم اللي بيزيد ده، فبالتالي بتنفجر. فنقول because when water freezes its volume increases، يعني لما المية بتتجمد الحجم بيزيد، فهي ممكن ما تقدرش تستوعب الازازة وبالتالي بتنفجر. بعد كده كده في معلومة كده على السريع، ان المية المالحة بتكون الكثافة بتاعتها اعلى من كثافة المية العذبة او fresh water، فهنا بيقول the density of salt water is larger than that of fresh water. فهنلاحظ ايه بقى؟ so swimming in the sea is more easier، يعني السباحة في البحر بتكون اسهل من او easier than swimming in swimming pool، يبقى السباحة في البحر بتكون اسهل من السباحة في حمام سباحة. بعد كده معانا كتطبيقات حياتية على موضوع المية، هنلاحظ ان احنا ممكن نستخدمه مثلا في ان احنا ازاي ندوب التلاجة او التلج بتاع الفريزر بتاع التلاجة بسرعة. فهنا بيقول لي life application dissolves the ice of the freezer quickly، ان احنا ندوب التلج بتاع الفريزر بسرعة. هندوبه بسرعة ازاي؟ هنشوف مع بعض. بيقول لي it's possible to dissolve the ice of the freezer quickly after disconnecting the electric current from the fridge in two ways، يبقى احنا هنا بيقول ان ممكن ان احنا ندوب التلج بتاع الفريزر بسرعه بعد ما بنفصل التيار الكهربي عنها من التلاجه بطريقتين، او بعد ما بنفصل التيار الكهربي عن التلاجه بطريقتين. ايه الطريقتين دول؟ اول طريقه معانا putting a hot water container in the freezer and close the fridge، يبقى ان احنا نحط كونتينر من الميه الساخنه في الفريزر وهنقفل عليها التلاجة. تاني حاجة using a hair dryer، اللي هو مجفف الشعر هنستخدمه to direct the hot air، ان احنا نستعمل منه ان هو نوجه هواء سخن او تيار من الهواء السخن hot air current to the formed ice، على التلج المتكون. يبقى دول الطريقتين اللي احنا نقدر نجاوب بيهم التلج اللي في الفريزر بسرعة. كده يبقى خلصنا physical properties، ودلوقتي هنبتدي مع بعض chemical properties of water. اول كيميكال بروبرتي معانا water has a neutral effect on both of litmus papers، يبقى هنا هنتكلم على ان هي متعادلة التأثير على ورقتي عباد الشمس او اوراق عباد الشمس الاثنين، اللي هو اول حاجة هنعمل activity عشان نفهم الموضوع ده اكتر. water has a neutral effect on both of litmus papers. الستيب معانا put two litmus papers blue and red in a basin or containing pure water، يبقى هنحطه في حوض مليان مية او يحتوي على مية ماء نقي، وهنحط فيه حاجتين من اوراق عباد الشمس او صبغة عباد الشمس. illustrating figure، هنا الشكل بتاعنا قدامنا. اول حاجة البلو litmus paper ايوه شايفينها متغيرتش، والريد litmus paper برضه متغيرتش، والبيور water في basin containing water او pure water زي ما احنا شايفين في الشكل. بعد كده observation the color of two papers blue and red doesn't change، اللونين ما تغيروش، يبقى هنا اللونين بتاع الورقتين ما تغيروش. الكونكلوجن بتاعنا المية هنا طبعا ما اثرتش، فهنقول the pure water has a neutral effect، ان هي ليها تأثير متعادل on both of litmus papers blue and red، ان هي ليها تأثير متعادل على تلك الورقتين من الازرق والاحمر. give reason pure water doesn't affect blue and red litmus papers because pure water has a neutral effect on both of litmus papers on both of litmus paper. يعني هنا هنلاحظ ان لما نيجي نرد على السؤال زي ده ان هو ليه ان هي ليه ملهاش تأثير على الورقتي عباد الشمس سواء الازرق او الاحمر، هنقول او صبغة عباد الشمس، هنقول because pure water، ان الماء النقي ليه تأثير متعادل has a neutral effect on both of litmus papers، يبقى ليه تأثير متعادل على الورقتين او كلا الورقتين
بتوع ثروة عباد الشمس. بعد كده الالكتروليسز والفوتر ده كان من اهم الحاجات العمل اللي عندنا وهنشرحه دلوقتي لان ممكن نتسال فيه برضو نظري والمعادله اللي فيه مهمه والكلام ده كله وهنعرف نسب الغازات اللي خارجه وكل ده. اول حاجه الاكتيفيتي بيتكلم عن هي الالكتروليسز والفوتر اللي هو التحليل الكهربي للميه. السبستنس اند تولز اللي هنستخدمها امتي بلاستيك سودا بوتل واسبون اوف صوديوم كربونيت معلقه من صوديوم كربونيت وطبعا اللي قبلها دي كانت زجاجه فارغه بلاستيك غازيه. وبالتالي تالت حاجه الووتر وراوند بيس اوف فوم بليت ورابع حاجه تو بنسلز قلمين رصاص وبعد كده واكس جن اللي هو مسدس شمع وبعد كده باتري 4.5 فولت يعني بطاريه 4.5 فولت تو تيست تيوبس وتو كابر وايرز اللي هم مسكين نحاس وتو تيست تيوبس دول اللي هم مبتدئين اختبار. الستبس معانا يوز بريفيوس سبستنسز اند تولز to form the electric circuit shown in the figure ان احنا نستعمل المكونات دي وهنكون فيها او نكون فيها دايرة كهربية زي الموضحة في الشكل اللي قدامنا. بعد كده تاني حاجة close the circuit for 10 minutes يعني هنغلق الدايرة دي لمدة 10 دقايق يعني هنمشي فيها تيار كهربي. تالت حاجة approach a glowing splint to the gas formed اد بوس كاسود اند انود يبقى هنقرب شظيه مشتعله من الغازات المتكونه عند الكاسود والانود عند الغاز المتكون سواء عند الكاسود او عند الانود. بعد كده كومبير بتوين ذا فوليوم ذا ايفولفد جاز يبقى ذا فوليوم اوف ذا ايفولفد جاز اللي هو الغاز المتصاعد ده ابوف ذا نيجاتيف بول اللي هو فوق الكاسود او القطب السالب اند ذا فوليوم اوف ايفولفد جاز اوف ذا ايفولفد جاز above the positive pole اللي هو القطب الموجب اللي هو الانود. يبقى هنقارن ما بين حجمين الغاز اللي خارجين عند الكاسود والانود. وبعد كده الملاحظه هنلاقيها الاوبزرفيشن معانا the evolved gas above the cathode burns with a pop sound while the evolved gas above the anode makes the glowing splint more glowing. يبقى في غاز هيشتعل بصوت بوب او اللي هو زي صوت يعني صوت فرقعه والناحيه الثانيه هنلاحظ ان الغاز المتصاعد هيزود من اشتعال الشظيه المشتعله او توهج الشظيه المشتعله. تاني حاجه لما قلنا هنقارن يبقى ذا فوليوم او زي فولفت جاز ابوف ذا كاسود يبقى الفوليوم بتاع الغاز المتصاعد عند الكاسود از توايس ذا فوليوم او زي فولفت جاز ابوف ذا انود يبقى هيبقى ضعف حجم الغاز المتصاعد عند الانود. يبقى عند الكاسود هيبقى ضعف اللي عند الانود. الكونكلوجن من الموضوع ده ان الهيدروجين جاز ايفولفز ات ذا كاسود يبقى هيطلع هيصعد الهيدروجين عند الكاسود والاكسجين جاز ايفولفز ات ذا انود والاكسجين عند الانود. بعد كده بقى الاسيديفايد ووتر ان هي الماء الحامض دوت ديكومبوز باي الكتريستي ان هو بيتفكك من خلال الكهرباء انتو اتس تو اليمنتس دي العنصرين بتوعه الهيدروجين والاكسجين. The volume of hydrogen gas is twice the volume of oxygen gas يبقى غاز الهيدروجين هيكون حجمه ضعف غاز الاكسجين طبعا بنسبة 2:1 by volume respectively يبقى بالترتيب 2:1 عشان بالحجم يبقى الهيدروجين الاول بعد كده الاكسجين يبقى هيكون النسبة بينهم 2:1. وهنا طبعا في معادلة على الكلام ده وفي رسمة لشكل ال هوفمانز فولتمتر زي ما احنا شايفين غير الجهاز اللي احنا مكونينه في التجربة. المنظر ده هو قدامنا بعد كده هنا حتى ووتر الصوديوم كربونيت صوديوم كربونيت ده هنعرف ليه حاطينه بعد كده ان هو عشان البيور ووتر هنعرف ان ممكن ما توصلش اصلا تيار كهربي فبالتالي بنستخدم الصوديوم كربونيت عشان نخليها سوليوشن ويوصل تيار كهربي. وبعد كده هوفمانز فولتمتر قدامنا اهو وتكون غاز الهيدروجين والاكسجين بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا وده التحليل الكهربائي اسفايد ووتر روتر زائد او بلس دروبس اوف ديليوشن H2SO4 اللي هو دايليوتد H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك المخفف يبقى مع قطرات ميه مع قطرات من حمض الكبريتيك المخفف. طبعا المعادله زي ما احنا قلنا هنبص عليها دلوقتي مع بعض 2H2O الكتروليسيس هيدينا 2H2 بلس O2 الاثنين جنبيهم سهم كل واحدة متصاعد
في اتجاه زي ما شفنا او في جانب زي ما شفنا من التجربه. يبقى الووتر هتديني بالالكترولايسز هيدروجين واكسجين ازاي، هتبقى 2 اتش 2 او عشان وزن التجربه نخلي وزن المعادله نخلي بالنا منه، وبعد كده بالالكترولايسز هيدينا 2 اتش 2 بلس او 2 اللي هو الاكسجين، وقبليها 2 اتش 2 اللي هو الهيدروجين، وده جنبيه سهم متصاعد وده جنبيه سهم متصاعد. يبقى 2 اتش 2 او بالالكترولايسز هيدينا 2 اتش 2 بلس او 2. بعد كده the previous activity shows بقى النشاط اللي فات ده بيوضح لنا ايه، زي ايديا فورك او فكرة عمل هوفمان فولتاميتر which is used for electrolysis of acidified water as shown in the previous figure. يبقى بيورينا ازاي بنستخدم التحليل الكهربي للماء الحامض زي ما شفنا في الشكل اللي فات. بعد كده بيورينا the relation between the volume of hydrogen gas and the oxygen gas on electrolysis of water. العلاقة ما بينهم ايه اللي هنشوفها دلوقتي، ما بين قلنا حجم غاز الهيدروجين والاكسجين بالتحليل او في التحليل الكهربي للمية. هنشوف دلوقتي الـ volume of hydrogen gas equal to volume of oxygen gas، يبقى الضعف زي ما احنا قلنا ان الهيدروجين هيكون بيساوي ضعف الاكسجين في الحجم. وزي ما احنا شفنا ان الاكسجين بيتكون عند الانود والهيدروجين بيتكون عند الكاثود، والشكل اللي قدامنا هو عشان لو جات لنا مساله على الكلام ده، ان فوليوم اوف هيدروجين فوق زي ما احنا شايفينها وفوليوم اوف اكسجين زي ما احنا شايفين على الجنب ده، والاثنين اللي بتتضرب في الاكسجين زي ما احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. زي ما احنا شايفين بقى دلوقتي هنعرف اهميه الصوديوم كربونيت اللي كنا هنستخدمه او الديوت سلفوريك اسيد. هنا بيقول adding a few drops of dilute sulfuric acid or sodium carbonate to pure water during its electrolysis by Hoffman's voltammeter. يبقى احنا هنا بنحطهم ليه او بنضيف ليه قطرات من حمض الكبريتيك المخفف اللي هو dilute sulfuric acid، هنعرف ان هو to make water conduct electricity عشان نخلي الميه توصل كهرباء. Where the pure water is a bad conductor of electricity، لان الماء النقي بيكون سيء توصيل او موصل سيء للكهرباء. بعد كده السؤال اللي بعديه the glowing of the splint increases by approaching it to the anode of Hoffman's voltammeter during electrolysis of acidified water. يبقى اثناء التحليل الكهربي للمية الحامضي ده بيحصل ان الشظية المشتعلة دي بتزداد من التوهج. ليه؟ لما بنقربها من الانود. طبعا احنا عرفنا ان عند الانود بيتكون الاكسجين، وبالتالي لما بيتكون الاكسجين هو اللي بيزيد من توهج الاشتعال، فبالتالي بيكوز اكسجين جاز ايفولفز ات ذا انود ذات انكريزز ذا جلوينج اوف سبلنت، اللي هو بيزود من اشتعال الشظيه. بعد كده عندنا امثله رقميه او امثله زي المسائل. بيقول بحاجه بيقول لي ان ذا الكترولايسيس اوف سيرتين فوليوم اوف اسيديفايد ووتر باي ديلوت سلفوريك اسيد the volume of evolved gas, oxygen gas was 2 cubic centimeter. كان الحجم بتاع الاكسجين المتكون او متصاعد 2 سنتيمتر مكعب. What's the volume of evolved hydrogen gas؟ طبعا احنا عرفنا العلاقة ما بينهم ان الهيدروجين بيساوي ضعف الاكسجين، والعلاقة شفناها مع بعض في المنظر اللي فوق. فبالتالي هنا لما نيجي نحل السؤال ده هيبقى the volume of hydrogen gas equal to multiplied by volume of oxygen gas، وهنضرب الاثنين في حجم الاكسجين، وبالتالي هيدينا حجم الهيدروجين اللي هو equal 2 multiplied by 2 equal 4 cubic centimeter. بعد كده الاكسرسايز اللي بعديه on the electrolysis of certain volume of water the volume of gas which burns with a pop sound، طبعا اللي هو احنا عارفين بيشتغل في القاعده الهيدروجين. when approaching a glowing splint to it is 6 كيوبيك سنتيمتر، يبقى مدينا حجمه 6 سنتيمتر مكعب 6 كيوبيك سنتيمتر. What is the volume of the other gas produced from the electrolysis؟ يبقى ايه هو حجم الغاز الثاني الناتج من التحليل الكهربي ده؟ اول حاجه the gas which burns with a pop sound is hydrogen، يبقى زي ما قلنا ان هو الهيدروجين المتصاعد او اللي هو الغاز اللي بيشتعل بفرقعه، وبالتالي احنا عايزين نجيب الاكسجين، والاكسجين هيبقى نص الهيدروجين، وبالتالي هنقسم على الاثنين، هيبقى the volume of oxygen gas equal the volume of hydrogen gas divided or over divided by or over 2.
يبقى هتبقى مقسوم على الاثنين، وبالتالي لما بنيجي نعمل العلاقه دي هتساوي ايكوال 6 اوفر 2 ايكوال 3 كيوبيك سنتيمتر. وده كان المثال الرقم الثاني اللي معانا. يبقى كان الناتج فيه كام؟ 6 اوفر 2 ايكوال 3 كيوبيك سنتيمتر. بعد كده بقى الووتر بوليوشن اللي هو التلوث الماء. تلوث الماء هنا بيقول لي the continuous increase in agriculture, industrial and developmental activities leads to water pollution. يبقى النشاط المستمر او زياده استمرار للحاجات دي، او استمرار زياده الاجريكلتشر اللي هي الزراعه والاندستريال الصناعه والنشاط او تقدم الانشطه، هنلاحظ ان هو بيؤدي الى water pollution اللي هو تلوث الميه. water pollution هنا كان بي ديفايند as follows. التعريف بتاع الووتر بوليوشن هنا it's the addition of any substance to water which cause continuous gradual change in water properties affecting the health and the life of living creatures. يبقى هنا بيقول لي ان اضافة اي مادة للمية بتسبب تغيير تدريجي مستمر طبعا لخواص المية، وبالتالي بتأثر على صحة وحياة كمان الكائنات الحية دي او المخلوقات الحية اللي معاها. يبقى هي زادت نسبة او مادة في المية طبعا بتسبب ان في تغيير بيحصل في خواص المية مستمر. يبقى تدرج مستمر في تغيير وتغيير لخواص المية، ده بيحصل عنه ايه؟ بيأثر طبعا على صحة وحياة الكائنات الحية. ده بسبب ايه؟ بسبب التغير التدريجي المستمر لخواص المية الناتج من زيادة مادة او اضافة مادة للمية. water pollutants and their harms. هنشوف دلوقتي ملوثات المية والاضرار بتاعتها. water pollutants او ملوثات المية دي مقسومة عندنا حاجتين، natural pollutants و artificial pollutants، حاجات طبيعية وحاجات صناعية. اول حاجة الحاجات الطبيعية natural phenomena اللي هو السورسز ليها او المصادر ليها تبقى ناتشرال فينومينا اللي هي الظواهر الطبيعيه، زي ايه؟ لايتنينج كومبايند باي ثاندر ستورمز اللي هي العواصف الرعديه او الصواعق المصاحبه للعواصف الرعديه. يبقى اول حاجه الصاعقه اللي هي المصاحبه للعواصف الرعديه. بعد كده ديس اوف ليفينج اورجانيزمز اللي هو موت الكائنات الحيه. ثالث حاجه فولكانيك ايربشنز اللي هي انفجارات اللي هي البراكين والكلام ده كله. وتالت حاجه هي انفجارات اللي هي البراكين فولكانيك ايربشنز. بعد كده دي كانت الامثله عليها. بعد كده بقى معانا الارتفيشال بيوتنز، السورس بتاعها ديفرنت هيومن اكتيفيتيز اللي هي انشطه الانسان المختلفه. الاكزامبلز اللي عليها اول حاجه ذا اوفر يوز اوف كيميكال انسكتسايدز اند فيرتلايزرز، وده بيعني لنا الافراط في استخدام المبيدات الحشريه والاسمده. يبقى اول اكزامبل معانا ذا اوفر يوز اوف كيميكال انسكتسايدز اند فيرتلايزرز اللي هو الافراط في استخدام المبيدات الحشريه والاسمده. تاني حاجه سراوند سيوج اند فاكتوريز ويستس اند ليكج اوف بتروليوم اويل ان ذا سيز اند رايفرز. ده بيتكلم عن ايه بقى؟ بيتكلم على تسريب او القاء المياه المجاري او اللي هي ومخلفات المصانع طبعا، والتسريب للمواد البترول او زيت البترول في البحر او المحيطات. يبقى في البحار والمحيطات. يبقى ده طبعا حاجه واضحه جدا. ده كان تاني حاجه معانا هو سترونج سيوج اند فاكتوريز ويستس اند ليكج اوف بتروليوم اويل ان ذا سيز اند درايفرز. تالت حاجه او تالت مثال واخر مثال معانا بيرنينج كول اند اويل ويتش ليدز تو ذا فورميشن اوف اسيديك رينز اند سموج. ده بيتكلم عن حرق الفحم والزيت اللي هما بيأدوا إلى إيه؟ إلى تكون أمطار حامضية والضباب أو اللي هو الضباب الدخان. برضه شايفين طبعا صورة قدامنا هنا، وكان على الأمثلة اللي قبليها بتاعت الناتيرال بيوتنتس برضه كان في صورة قدامنا. يبقى عرفنا three examples على الارتفيشال بيوتنتس، والأمثلة دي طبعا نعرفها عشان برضه لو اتسألنا فيها كexamples of artificial pollutants أو natural pollutants والsources بتاع كل واحدة فيهم.
بعد كده مكملين مع بعض تايبس اوف ووتر بوليوشن اللي هو انواع تلوث المياه. ووتر بوليوشن از كلاسيفايد انتو فور مين تايبس از شون ان ذا فولوينج تيبل. فعندنا اربع انواع اساسيه لتلوث المياه. اول حاجه اول نوع معانا تايبس اوف ووتر بوليوشن معانا البيولوجيكال بوليوشن. تلوث البيولوجي او تلوث البيولوجي ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لي اول حاجه في الكوزز بتاعته والاسباب او المصدر الاوريجنز بتاعته المصادر بتاعته ميكسنج انيمالز اند هيومن ويستس ويز ووتر. يبقى خليط من اللي هي مخلفات الانسان والحيوان في الميه. طيب الاضرار بتاعته ايه او الهارمز او الدامجز بتاعته؟ ذا انفكشن ويز ميني ديزيزز ساتش از بالهرزيا والتايفود اند هيباتايتس. يبقى طبعا بسبب او اصابه ليه اكتر من مرض زي البلهارسيا والتايفود وامراض الكبد. تاني نوع من ملوثات الميه الكيميكال بوليوشن، وده تاني نوع معانا اللي هو التلوث الكيميائي. الاوريجنز بتاعهم زي discharging factories wastes and sewage in seas rivers and canals، اللي هو من الاخر كده خروج اللي هي المخلفات برضو بتاعت المصانع ومياه مجاري في البحار والانهار وقنوات المياه حتى. ده طبعا بيتكلم عن تفريغ الكميات دي في المنظر وحتى في الصورة اللي هما جايبينها لنا، يعني المنظر بيبقى صعب جدا. بعد كده بقى بيقول لي ده بيحصل ايه منه؟ The increase in some elements concentration causing great harms، يعني زيادة بعض العناصر تركيز بعض العناصر بيسبب طبعا أضرار كبيرة أو أضرار عظيمة. أول حاجة The death of brain cells اللي هو موت خلايا المخ when eating continuously fish whose bodies contain high concentration of lead. ده بيتكلم عن ايه؟ اول حاجة اللي هو موت خلايا المخ بسبب ان ناكل باستمرار سمك بيحتوي جسمه على كمية كبيرة او تركيز مرتفع من الرصاص اللي هو الليد. بعد كده blindness اللي هو العمى بيحصل بسبب ايه؟ when drinking continuously from water containing a high concentration of mercury، اللي هو بنشرب مية باستمرار برضو بتحتوي على تركيز عالي من الزئبق. الحاجات دي يا جماعة لازم احنا بنشرحها نكون عارفين ان مثلا الليد بيسبب ايه والميركري بيسبب ايه الهاي كونسنتريشن بتاعه وهكذا. تالت حاجة معانا increases in the infection rates of liver cancer اللي هو سرطان الكبد. طيب ده برضو ليه؟ when drinking continuously from water containing arsenic، يعني برضو بسبب الشرب باستمرار من مياه بتحتوي على الزرنيخ او تركيز عالي من الزرنيخ. يبقى ايه اللي بيحصل when drinking continuously from water containing arsenic لو بيحتوي اصلا على الزرنيخ؟ زي ما قلنا دي بيحصل بسببها ليفر كانسر اللي هو سرطان الكبد. يبقى هنا high concentration of lead بيبقى death of brain cells اللي هو موت خلايا المخ، ده في حالة الرصاص. والميركري الزئبق ده بيحصل برضو بسبب بلايندنس او اللي هو العمى، والارزينيك اللي هو الزرنيخ بيحصل بسببه ليفر كانسر، وده حتى ما حددش ان هي كمية كبيرة او هاي كونسنتريشن، هو قال ان هو ووتر كونتيننج ارزينيك، انما في حالة هاي كونسنتريشن في الليد والهاي كونسنتريشن اوف ميركري. يبقى هنا 3 elements بتسبب 3 diseases او انواع معينة من الامراض. طبعا نعرف كل element بيسبب ايه. تالت نوع من البوليوشن يبقى thermal pollution اللي هو التلوث الحراري. الاوريجنز بتاعه زي rising of temperature of some marine zones which use water for cooling the nuclear reactor، اللي هو بارتفاع درجة حرارة بتاعة مناطق مائية بتكون فيها بيستعملوا فيها المية عشان يبردوا المفاعل النووي. يبقى دي مية في مناطق مائية معينة بيستعملوا فيها المية كتبريد للمفاعل او المفاعلات النووية او في المؤداة. ده طبعا بيبقى موجود في مناطق بحرية معينة، فدي طبعا ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي برضو لتلوث حراري او thermal pollution. ده بيؤدي ليه بقى او الهارمز بتاعت او الاضرار او الدامجز؟ destroy the marine creatures اللي هي الكائنات البحرية دي، بيسبب ان هو بيدمرها. يبقى بيعمل ايه؟ destroy the marine creatures بيدمر الكائنات البحرية found in these zones اللي هي موجودة في المناطق دي due to the separation of the dissolved oxygen in water.
ده بسبب ايه؟ فصل الاكسجين الزائد في الميه. يبقى ده بيرجع ليه؟ بسبب فصل الاكسجين الزائد الموجود في الميه. وهنا جايب لنا برضه صوره destroy of marine creatures، حتى الصوره مكتوب تحتها هي destroy of marine creatures اللي هو تدمير الكائنات البحريه. رابع نوع معانا radiant pollutions. radiant pollutions ده pollution ده بيتكلم على التلوث الاشعاعي. dumping of atomic waste in ocean and seas اللي هو اغراق او زياده اللي هي المخلفات الذريه في المحيطات والبحار. يبقى dumping the atomic wastes in oceans and seas. بعد كده برضو leakage of radioactive materials from nuclear reactor اللي هو reactors اللي هو تسريب المواد المشعه من المفاعلات النووية. ده بس اللي دليل ان هو increase the infection rates of cancer، بيزيد من معدل او اللي هو ال infection rate اللي هو معدل الإصابة بالكانسر او السرطان. يبقى دي خدنا 4 types of water pollution، وزي ما احنا شايفين كل واحد عرفنا ليها origin و damages. يبقى الاوريجنز او المصادر بتاعتها والدامجز نعرفها، ونعرف كل مثلا في حاله الكيميكال بوليوشن دي اللي هو التلوث الكيميائي، طبعا نعرف كل اليمنت وبيسبب ايه، والهاي كونسنتريشن دي زياده التركيز بتاعه والكلام ده كله. بعد كده في اللي بيقولوا بنحصل نيوكلير رياكتورز كوز بوست ثيرمال ووتر بوليوشن اند ريدينت ووتر بوليوشن. هو بيقول ان المفاعلات النوويه دي بتسبب نوعين يعتبر اللي هو التلوث الحراري والتلوث الاشعاعي للميه. يبقى the nuclear reactor cause both thermal water pollution and radiant water pollution. بعد كده بيقول لي protection of water from pollution، ان احنا نحمي الميه دي من التلوث. في اكتر طبعا من التصرف هنقولهم دلوقتي ممكن نعمل بيهم الكلام ده. there are many behaviors that must be taken in consideration اللي هو يتاخدوا في الاعتبار to protect water from pollution in Egypt، عشان نحمي الميه من التلوث في مصر. زي ايه؟ اول حاجه prevention of getting rid of sewage wastes of factories and dead animals in rivers or canals، اللي هو نمنع التخلص من مياه المجاري او مخلفات المصانع والحيوانات النافقه او الميته في الانهار والقنوات المائيه. تاني حاجه disinfection of the drinking water tanks which are found on the roofs of buildings in a periodical manner. يعني بنعمل عملية تطهير للتنكات او الخزانات المية الموجودة في الاسطح طبعا بصورة دورية او بطريقة دورية. يبقى تاني حاجة دي بنعمل ايه؟ disinfection of drinking water tanks which are found on the roofs of buildings in a periodical manner. On the roofs of the buildings in a periodical manner بصورة دورية. Disinfection هنا هي معناها تطهير، ان هي بنطهر المية او تنكات او خزانات مية الشرب اللي تبقى موجودة على اسطح المباني بطريقة دورية، وده حاجة برضو مهمة جدا. تالت حاجة معانا don't store the tap water in empty plastic bottles اللي هو ما نخزنش مية الحنفية في زجاجات البلاستيك او اللي هي البلاستيكيه الفارغه. طيب ليه؟ هنقول بيكوز بلاستيك رياكتس ويز كلوراين جاز، يعني البلاستيك بيتفاعل مع غاز الكلوريد الكلور اللي هو الموجود ده فين، which is used as water disinfectant اللي هو بيستخدم كمطهر للميه. leading to the increase in the infection rates of cancer اللي هو بيزود بعد كده نعرف بمعدلات الاصابه بالكانسر او السرطان. ربنا باذن الله يعفو عن الجميع. يبقى هنا بيقول لنا ان احنا ما نخزنش ميه الحنفيه في زجاجات بلاستيكيه فارغه. ليه؟ لان البلاستيك بيتفاعل مع غاز الكلور اللي بيستخدم كمطهر للميه، وده طبعا بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى زياده معدلات الاصابه بمرض السرطان. ودي كانت تالت حاجه معانا. يبقى don't store the tap water in empty plastic bottles. ليه؟ هنقول تاني because plastic reacts with chlorine gas which is used as water disinfectant leading to the increase in the infection rates of cancer. بعد كده رابع حاجة معانا spreading environmental awareness اللي هو نشر الوعي البيئي
among people to protect water from pollution، عشان طبعا نشر وعي البيئة ما بين الناس عشان تحمي المية من التلوث. يبقى رابع حاجة spreading environmental awareness among people to protect water from pollution، اللي هو نشر الوعي البيئي ما بين الناس عشان تحمي المية من التلوث. spreading environmental awareness among people to protect water from pollution. خامس حاجة بقى معانا developing the stations of water purification and doing a periodical analysis to determine the rate of water validity for drinking. يعني هنا بيقول لي نطور من محطات تنقية المياه ونعمل تحليل دوري طبعا عشان نعين معدل ان المية دي قابلة او صالحة للشرب ولا لا. يبقى هنا نشوف عشان نشوف قابليتها للشرب، يبقى معدل قابليتها للشرب. يبقى خامس حاجة معانا developing the stations of water purification and doing a periodical analysis to determine the rate of water validity for drinking، ان هو بنعمل تطوير محطات المية تنقية المياه ونعمل تحليل دوري ليها عشان نعين صلاحيتها او معدل صلاحيتها للشرب، معدل صلاحية المية دي للشرب. بعد كده ندخل بقى على remember كمراجعة بس كسريعة على الدرس او على الحاجات اللي قلناها ممكن او exam اللي قلناه. water molecule is formed of one oxygen atom اللي هي O with two hydrogen atoms اللي هي 2H joined together by two single covalent bonds. طبعا نفرق ان هي هنا الارتباط بين الذرات بيبقى covalent bonds. بعد كده الهيدروجين بوند بتظهر it's a type of weak electrostatic attraction that arises between the molecules of some polar compounds. هنا الهيدروجين بوند بتبقى ما بين جزيئات بعض المواد اللي هي القطبية. يبقى هنا نلاحظ ان الهيدروجين بوند ما بين الجزيئات. بعد كده بقى physical properties of water. water exists in three states which are solid liquid and gases. بعد كده معانا water is a good polar solvent. بعد كده pure water in a normal atmospheric pressure boils at 100 and freezes at 0 degrees Celsius. يبقى boils at 100 degrees Celsius and freezes at 0 degrees Celsius. density of water in a solid state is lower than its density in liquid state. يبقى density of water state of water in solid state is lower than its density in liquid state. يبقى solid state lower than the density of liquid state. دي مهمة جدا، هي رابع حاجة density of water in solid state is lower than its density in liquid state. density of water in solid state is lower than its density in liquid state. بعد كده chemical properties of water is a neutral effect. it has a neutral effect on both of litmus papers. بعد كده it can be decomposed electrically. Hoffman's voltammeter is used to electrolyze as of acidified water as shown in the following equation. هي المعادلة قدامنا 2H2O electrolyzed 2H2 plus O2. طبعا جنبهم سهم هنا وهنا عشان دي غازات متصاعدة، يبقى 2H2 جنبها سهم وال O2 جنبها سهم. يبقى 2H2O electrolysis هتدينا 2H2 electrolysis دي على السهم، وبعد كده 2H2 جنبها سهم بلس ال O2 جنبها سهم برضو. بعد كده بقى الوتر بوليوشن بيقول لي it's addition of any substance to the water which causes continuous gradually change in water properties affecting the health and life and the life of living creatures. واتكلمنا طبعا عن الووتر بوليوشن وشفنا اكتر من حاجة عليه. كده يبقى خلصنا درس النهاردة، اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ولو في اي مشكلة ممكن تقولنا في الكومنتات، وان شاء الله هنزل درس تاني قريب للصف الثاني الاعدادي ساينس. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، ولو عجبكم لايك وشير، وان شاء الله قريب جدا هنزل فيديو قريب تاني، اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. واللي ما اشتركش في القناه يشترك معانا، وباذن الله بينزل لايف كل فتره مش بعيده، بننزل لايف كتير دلوقتي على القناه وبينزل امتحانات ومراجعات. باذن الله تابعونا وان شاء الله نقدر نفيدكم على قد ما نقدر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.